تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل من هذا الأسبوع الجميل قارب على الانتهاء، اليوم وصلنا اليوم الأربعاء، نصبح عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي من خلال قناتنا المتميزة قناة نور دبي. اسمحوا لي بداية البرنامج اليوم نرحب أولا بالزملاء اللي معاي في الاستوديو. المخرج معانا عيسى سبيل، ألف تحية لك أستاذ عيسى، يعطيك العافية. ومعاي في معاي في الاستوديو، أجل معاي في الاستوديو زميلي دائما الحنون زميلي محمود يوسف. صبحك الله بالخير يا محمود. صباح النور دكتورة، هاي بعد لقب جديد هذا الحنون، شو قصدك يعني؟ لا ما شيء، سلامتك. قبل الحلقة كنت أنغز أقول له شيء فأقول له حين حنون. زين، عموما أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بكم. إذا نفتح من خلالها أبواب التواصل معكم مستمعينا، اللي حاب يوصل لنا ملاحظة، معلومة، اقتراح. شكر أول شيء، شكر كل الموظفين يا جماعة، اللي هو يعني أي حد، أي ممرض، أي سيكوريتي، أي موظف هيئة الصحة قدم لكم خدمة، اشكروه على هو وايد يأثر في الموظفين. أي موظف ما عطاكم الخدمة صح، ما سوالكم شو اسمه الدكتور، ما عطاكم علاج صح، بعد اتصلوا فينا خبرونا. شوفوا الجانب الإيجابي والسلبي، يعني شوفوا لازم يكون موجب سالب عشان يسوي توازن. عموما أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. وعلى طاري التواصل مع المستمعين والمتابعين، خلينا نشوف أسماء الجناحي شو بتعطينا اليوم من رسائل إيجابية. أسماء صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. شخبارك؟ تمام الحمد لله، شخباركم شو؟ الحمد لله. شو رسالتنا الصباحية لليوم؟ رسالتنا اليوم: كثرة لوم الذات لن تجعلك تتعلم من أخطائك ولن تجعلك أفضل، بل التعلم من أخطائك هو ما يجعلك كذلك. فدائما نشوف الناس تلوم نفسهم لكن لو كل ما لومت نفسك كل ما كنت إنسان سلبي أكثر. صحيح والله، ويخليك تتعطل لبع شوية. صحيح، تخليك تعطل أمورك والله في التلويم، يعني احنا دائما نقول get past that point، يعني خلاص انسى هالشيء وراك وكمل عشان تقدر تتخطى هذه النقطة. جميلة الرسالة يا أسماء. إذا شو عندنا اليوم trending في وسائل التواصل؟ عندنا اليوم الحلقة في العيادة الذكية زي ما عودنا متابعينك الأربعة، وبتكون عن الاعتناء والعناية بالطفل. جميل، منو بيكون معاكم اليوم في العيادة الذكية؟ بيكون معنا دكتورة فاطمة العلمة ودكتورة حنان الحمادي من الرعاية الصحية، وإن شاء الله راح نتكلم عن في ناس وايد يهتمون، يعتقدون الأمهات أنهم يهتمون في عيالهم، ولكن قد تكون الاهتمام اللي هم يسوونه مثلا يضر الأطفال. فنحن في حلقة عيادة ذكية اليوم بنحاول نوجهها للطريق الصحيح في العناية بالطفل ليكون أكثر صحة وأكثر سعادة. جميل، وهي تحية للدكتورة حنان الحمادي ودكتورة فاطمة العلمة، وتحية لك يا أسماء وشكرا لك ونهارك سعيد. نعم، شكرا لك أسماء. نذكر أيضا بحسابات التواصل معنا DHA_Dubai على الانستغرام، وأيضا موجودين معاكم عبر حساب نور دبي. في مسجات جميلة كانت تأتينا: كلام الناس أشبه بالتراب، إذا لم يطير بالهواء فهو يداس بالأقدام، عش عفويتك فالألسنة لن تصمت. هذا صح لسانكم، بازوكا اسمه. لا تفكر بشكل كامل في المستقبل فيتملك القلق، ولا في الماضي فيتملك الاكتئاب، فكر بتوازن في الحاضر للإنجاز والمستقبل للتخطيط والماضي للخبرات. والله جميل، ممكن تساعدونا في الرسالات الصباحية مدام كلامك جميل.
كان هذا هذا هذه بعد اصلا رساله بعد جتنا، قبل ما يطوف المريض للطب العضوي يمر على الطب الشرعي. زين، اتمنى تفتحون عياده للطب الشرعي في مستشفيات دبي. كان عندي حاله مريض مريت على الطب العضوي ما جاب نتيجه، مريت على الطب الشرعي تشافيت. والله اتوقع مو اسم الطب الشرعي اللي هو التخصص الطب الشرعي منجتث بعد الشعبي ممكن قصده، يمكن الشعبي، لان الشرعي الشرعي هو اللي بعد الوفاه بسم الله يعني تحليل اسباب الوفاه وهالاشياء. انزين ناخذ مكالمة عن التأمين الصحي. نحن ما ذكرنا بنذكركم في رابط التأمين الصحي، خلينا ناخذ المكالمة بعدين ذكريهم. انزين عشان ما نعطل الناس. صح فضل. صباح الخير، من معانا؟ الو الو، السلام عليكم. السلام، تفضل اخوي. لو سمحت انا كنت بتكلم عن سالفة التأمين الصحي. اوكي، سالفة البشاشير اتكلم ولا مش وقته يا اخي؟ انت تامر، نحن ان شاء الله نملك الإجابة، اذا ما نملكها بنحولها على الدكتور حيدر. بس تفضل. انزين يا طويل، يعني طويل العمر، انا اذكر من فتره انا كان عندي بشكارتين. اوكي، نعم. سويت الاقامه وكل شيء وتامين صحي. انا قلت اتصلت في البرنامج هنا اللي هو ظني، كلمت حد من الاخوه وقلت له انا اقامتي بينتهي قريب، فاصبروا علي لين ما انا اخلص وبجيب غيرن عقب بسوي لي اقامه من اول جديد. هم قالوا لا انت ايش تسوي عقب ما يبي يخلص. لا احنا ما قلنا. انا بقول لك شو اللي يصير. انا فهمت السؤال اللي تبغي تقوله بالضبط. الان انت الخدامتين راحوا صح؟ صح. انزين، ويبت خدامتين مكانهن. تمام. انزين، البيزات اللي دفعتن في الخدامات هذيل الثنتين الفتره هذه تتحول على الخدامات الجداد. تمام، هذا كلام اوكي. زين، حلو، ممتاز. حاجه اماره شيء ثاني؟ وانا صرت الشركه قلت يا جماعه الخير انا جبت جداد شو اسوي؟ قال لا والله ما يستوي. كيف ما يستوي؟ أنا دافع فلوس وأنا سامع البرنامج وكل شيء. قال لا ما يخصنا، سووا من أول جديد وفعل بداية من أول جديد. أقول لك عيسى، عطني رقم الريال هذا أنا بحوله، لأن أنت من حقك تتحول من الآخر غصبا على أي حد. ممكن لازم أنك أنت حسب القانون أن البيزات اللي دفعت هناك التحول. تمام. زين، الحين بس بناخذ رقمك الحين، وان شاء الله عقب البرنامج بحول الموضوع مالك عند الدكتور حيدر. تامر يا سيدي، ما عرفت اسمك. الله يطول عمرك، جزاك الله خير. ما عرفت اسمك. وياك ابو محمد من دبي. ابو محمد، جزاك الله خير يا ابو محمد، شكرا لك يا ابو محمد. دكتوره، البارحه في خبر يعني جميل جدا بتكلم عنه، بس كان يتكلم واحد يقول عن الحيامة وعن بالنسبة للطب الشرعي ديني، واحد يقرأ عليك مثلا. ها. زين أوكي. حيامة مثلا هذه تدخل ضمن الطب البديل نحن نسميه، صح دكتورة؟ طب البديل لا، ما تشمل اعتقد ان واحد يقرأ عليك يعني الدين يعني هذه الرقية. الرقية نحن ما لنا علاقة فيها، الرقية ما لنا علاقة، نحن نتكلم عن الطب البديل اللي هو في الحيامة، في الأعشاب، الإبر، الأوزون وكل هذا. هي في مود بس في عيادة أوزون في مستشفى راشد، هي موجودة عندنا العيادة هذه. عموما إذا كنت أصلع فوالدتك هي السبب. أي دراسة. إذا كنت أصلع شعر الرأس وبغض النظر إن كان ذلك يطربك أو يغضبك فوالدك، بحسب باحثين في دراسة حديثة توصلوا علماء في جامعة أدنبرا إلى أن الرجال يرثون جينات الصلع من جهة الأم وليس الأب، وذلك في أغلب الحالات. وفي دراسة موسعة شملت 52 ألف رجل مصاب بالصلع، وبالرجوع إلى تحليل الحمض النووي لأسرهم تم التوصل إلى هذه النتيجة. وقام العلماء بتحديد ما يقارب من 300 جين يمكن أن تسهم في حدوث الصلع، ومعظمها يأتي من شو هذه كروموسوم إكس. شو هذا الكروموسوم؟ لما كل إنسان يكون عنده نوعين كروموسوم إكس وواي. أوكي. فهل الكروموسوم إكس يكون مع الجينات الوراثية؟ أيوة. أوكي. طبعا سيسكا هاجين، المهم اسمها هاجينارز حلو اسمها، ما أعرف شو يعني بس ساسكية. حلو ساسكية هاجينارز التي قادت البحث قالت لقد قمنا بتحديد المئات من الإشارات الوراثية الجديدة، وأوضحت من المثير للاهتمام أن نجد أن العديد من إشارات الوراثة لنمط الصلع عند الذكور جاءت من الإكس اللي قالت عليه الدكتورة، كروموسوم إكس اللي يرث الرجال من أمهاتهم. قبل هذا البحث كان العلماء لا يعرفون سوى القليل عن جينات ذات الارتباط بالصلع. إلى ذلك قال مشارك رئيسي في الدراسة رغم كل ذلك إلا أننا
لا نزال بعيدين جدا عن إجراء تنبؤ دقيق لنمط فقدان الشعر عند الأفراد. وأضاف لكن هذه النتائج تأخذنا خطوة إلى الأمام وتوضح الطريق نحو فهم أفضل للأسباب الوراثية لتساقط الشعر. بنتكلم عن الصلع عقب ما نسمع مكالمة محمود. مكالمة ولا نطلع فاصل؟ ناخذ مكالمة ونطلع فاصل. تفضل. ألو. السلام عليكم. يا هلا. اختصر لأن دقيقة ما نطلع فاصل. تفضل أخوي. تفضل يا سيدي. أنا بس سمعت البرنامج أول. اسمك 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 الفاضل. لازم تطلبوا إنه أي حد عنده تجربة مع أي ممرضة أو طبيب يوجه له شكر. فأنا كان عندي تجربة ببداية شهر فبراير مع مشفى خليفة وحابب أشكرهم جدا على استقبالهم ورعايتهم واهتمامهم واستجابتهم لطلب النداء. جميل جميل. جزاك الله خير. ما عرفت اسمك. أنا اسمي مازن. مازن شكرا لك. شكرا لك انك انت اتصلت وتعنيت عشان توجه هذه الرساله. شكرا لك مازن. الله يكثر والله لانهم يستاهلوا ومن القلب يعني ومن القلب يستاهل. شكرا لهالمبادره انك اتصلت اخي مازن. شكرا لك. اذا نطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله ما نتواصل حول موضوع شيق. شو موضوعنا دكتوره؟ ان شاء الله بنتكلم عن تاثير الحميه الغذائيه لتخفيض الضغط الشرياني. طيب فاصل وراجعين ان شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. دكتورة شو رأيك في الخبر مال الصلع؟ طلعوا الأمهات هو ممكن هم السبب. هو شوفوا في بعض الأمراض فعلا تنتقل عن طريق الكروموسوم إكس اللي تعطيه الأم يعني، ولكن حنا نطمن الأمهات أن المرأة لا يمكن أن تصلع يعني، بس ممكن تورث الصلع. بس والله دراسة مهم مثيرة للاهتمام. الحين أي حد أصلع ما عليه، أمكم تعبت وايد، كونك أنت أصلع هذا أقل شيء ممكن تهتم له صح؟ يقولون صح الصلعان أذكى. ها يعني ورثتكم الذكاء يعني، فما عليه إذا كنت أصلع. الشكل لا يهم، لا يهم الشكل، بس هذا مو شرط أن يكون صح يعني. الحين دراسة هاي صح؟ دراسة واحدة. دراسة واحدة. هذا علي الرحمة مثقف صحي أول في هيئة الصحة بدبي، موجود معنا في الاستوديو. حياك الله يا علي. أهلا وسهلا. صباحك الله بالخير. علي ترى مو بصلع يا جماعة. زين علي سامحنا أنا قبل أبتدي معاك الحوار هذا، بس يعني بقرأ بعض المسجات اللي جتنا. مرحبا، عندي اقتراح لهيئة الصحة. يوجد مبنى مستشفى خاص في المحيصنة الأولى، صار لعدة سنوات تحت الإنشاء بس الشغل واقف. ليش ما تأخذ الهيئة تكمل البناء وتفتحها؟ لأن ما في مستشفيات حكومية كثيرة في دبي وخاصة هالجهة، بيخدم سكان المناطق القريبة مثل المزهر والخوانيج والورقة والقصيص الطوار. وبعد ها ترشيح حق أبو عمر أتذكر. أنا بس برد عليه بشكل سريع. هنالك خطة لإنشاء مستشفيات جديدة في إمارة دبي، وأيضا نحن مراكزنا مراكز الرعاية الصحية الأولية هذه تقدم تقريبا يعني خدمات تعادل خدمات المستشفيات، بس باجي يسوون عمليات جراحية. صحيح محمود صحيح. بس باجي عمليات جراحية يسوونها، وهذه العمليات دكتورة تصير في ضمن أطر معينة ضمن. صحيح. إنه ما في بس غرفة معدة مجهزة للتعقيم فقط، غير هذا عندنا كل الخدمات في العيادات. زين وفي المزهر شيء وفي البرشة وفي. وفي عيادة في الخوانيج وفي عيادة في الطوار موجودة أخوي يعني تخدم المناطق. إيه بس أنا الأرض هذه إذا بتشتريها بتعطيها الهيئة بعد ما نمانع. ممكن. زين. عموما انا ودي اشتكي على دكاتره في عياده من غير ذكر اسمها رفضوا يستقبلوني عشان يشوفون الرضع توم، ومع اني كنت سايرت لهم وقت دوامهم، وفوق هذا كنت متصله عشان اتاكد متى يخلص دوام. لو ما كنت محتاجه كان ما صرت لهم للاسف. انزين انا ابغى منك الاسم، اسم العياده، اسم الدكتور، انزين، والوقت والتاريخ. اما المسج بهذا الشكل ما بيفيدني لأن مسج عام حبيبتي يعني، فما نقدر يعني نتوجه للعيادة المذكورة. طشي تحت الهواء. انزين الحاب أشكر عيادة البرشة والإسعاف ومستشفى راشد سرعة الاستجابة، يا ريت تشكرهم على البث. هذا وصل شكرك. من دخلوني للعيادة ووصلوني لمستشفى راشد مع العملية ساعة. جزاك الله خير على هذه في مسج يعني سوري. يقول ما في إماراتي أصلع. نسوي إحصائية؟ لا 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 كله بالغترة والعقال. هي صح صح. عموما جزاكم الله خير. اليوم مثل ما ذكرنا معنا
الأستاذ علي منير محمد الرحمة مثقف صحي أول في هيئة الصحة، نتحدث عن بعض الحملات الصحية التثقيفية التي سوف تركز عليها الهيئة والتي سوف تضم التثقيف عن الحمية الخاصة بتخفيض الضغط الشرياني. أول شيء قبل لا أدخل في هذه الحملات خبرني شو يعني تخفيف الضغط الشرياني. الله يسلمك، هي عبارة عن عادات تغيرها أنت في حياتك عموما، يعني من ناحية التغذية، من ناحية الرياضة عموما، يعني هالأشياء العامة يعني. ففي حميات خاصة من مؤسسات عالمية مثل حمية الداش اللي هي داش دايت بالإنجليزية، يعني اختصار ل dietary approaches to stop hypertension، وهي مترجمة أنها طرق لتخفيض ضغط الدم. هاي الأشياء الأساسية اللي نستعملها لتخفيض ضغط الدم عموما يعني. طيب في واحد كاتب لنا ما حد يشوفكم زين، نحن عندنا تقريبا تعرف كم أكاونت موجودين شغالين عليه، وأيضا في رسائل وفي مكالمات موجودة، فيزاك الله خير مثل ما كتبت لنا صباح الفجل، نحن نقول لك صباح الورد والفل والياسمين، تفضل علي. وشيء ثاني حاب أقول إن نحن عموما في حملات الصحية اللي هي تركز على الأيام مثل العالمية مثل يوم القلب العالمي، نو توباكو داي اللي هو يوم الإقلاع عن التدخين، خالي من التدخين، تركز على مثل الفحوصات العامة اللي هي مستوى سكر الدم، ضغط الدم، أيضا مثل أول أكسيد الكربون بالنسبة للمدخنين، وأيضا طرق طبعا الأطعمة، دائما يكون عندنا أخصائيين تغذية في الموضوع، مثلا يتكلمون عن الأطعمة القليلة الدسم أو الأشياء اللي نقدر نتجنبها عشان نكون أكثر صحيين. واليوم صراحة أنا حابة أركز على الداش دايت بطريقة خاصة يعني، بس باختصار طبعا، واللي حاب يعني يعرف أكثر ممكن يراجع أخصائيين تغذية في عياداتنا. بس نقول ليش معنى ركزنا الحملة على ليش في دايت مخصوص لارتفاع ضغط الدم بالذات؟ في دايت يعني لعدة أنواع من الأمراض، لكن هاي سبحان الله اشتهرت لأنها الدراسات تشير أنها فادت كثير من الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، بالتالي نحن اليوم نركز عليها. وهل فعلا هل نوع من النظام الغذائي أثبت فعاليته ينزل الضغط؟ تقريبا كم ممكن ينزل الضغط الشرياني؟ والله على حسب الدراسات تقول ممكن 12 مليمتر، يعني 12، يعني مثلا لو ضغطك 140 ممكن ينزل 128، يعني تقريبا 12 وحدة ممكن ينزل خلال أسبوعين فقط. ممتاز، فقط بالحمية الغذائية بالضبط. هي جميل، طبعا غير رياضة أشياء ثانية ما حاسبينها في الحسبة هذه. جميل. إنزين بس خبرنا كيف طريقة هالنظام الغذائي. هي صراحة يعني اللي يشوفها الحمية بيكون هاي الأشياء بسيطة، نحن نسويها دائما في حياتنا يعني. على تنصح مثل ينصح الدايت إنه لا يتجاوز الملح ملعقة شاي في اليوم، يعني هاي تضمن طبعا كل الوجبات مو بس إنه وجبة واحدة. يمكن تقولها شوية بس لو توزعها الوجبات بيكون يعني كمية كبيرة يعني بالنسبة للناس اللي عندهم ضغط مرتفع. صحيح. وأيضا مثلا اجتناب العلب الأطعمة المعلبة، هي بالضبط، عشان تحتوي على أملاح عالية، وأيضا processed food يعني يكون مصنع أو هذا مثل اللحوم المصنعة، النقانق واللانشون وهذيلا بالضبط. فإلا إذا حاب مثل حصدق واحد يبي يستعمل أشياء ممكن يغسلها لأنه شوية يخفف الملح بهم هذا. وشيء ثاني أيضا بالنسبة للفواكه والخضروات دائما نركز عليها في كل حمية، لأنها تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، والدراسات تشير أنها تحافظ على مستوى ضغط الدم وتنزله، فبالتالي ننصح دائما نخليها في وجبات رئيسية. ممتاز. وطبعا الحليب ومشتقاته شيء مهم يكون في الدايت هذا، لكن التركيز انه يكون قليل الدسم، دائما قليل الدسم. بالنسبة للأجبان ما ننصح خالي من الدسم، اي شيء خالي من الدسم، لان عادة يضيفون ملح اكثر عشان يعوضون الطعم، فدائما نقول قليل الدسم افضل من خالي من الدسم يعني. يعني حتى الحليب ما ناخذ سكيمت، الحليب لا عادي، الحليب دوبر بس الجبن يعني بس المشكله الأجبان. مع الجبن هي لان كان يتكلم انه يقول نحن كدكاتره في الفتره السابقه اجرمنا في حق الناس في مساله ان كنا نقول لهم لا تاخذون هذه شو يسمونها الدهون المشبعه الطبيعيه اللي في الحليب،
زين كنا نقولهم خذوا القليل الدسم ولا اللوفات وكذا، لا نحن بهذا الشكل كنا نضيع القيمة اللي موجودة في الدهون هذه. ويك واحد يطلب مثلا كافي لاتيه زين لوفات ملك ولا سكيمي ملك زين، وحاط فيه أربع شكر وكراميل وما ادري ايش حسن. وكذا على اساس ان هذا وماخذين اللوفات. صح كلامك يعني كلام نقطه وايد مهمه يعني الصراحه، احنا دائما نقول لوفات ما نقول خالي من دسم بسبه هالشيء بالضبط، عشان اذا انت بتحط شيء خالي من دسم بتضطر تضيف اشياء ثانيه عشان تعوض الطعام اصلا. فدائما نقول قليل الدسم عشان يكون لا يكون كامل الدسم ولا خالي من الدسم، يكون شيء وسط يعني معتدل يعني. ومحمود مطر اللاتيه مو بلاتيه مال يعني، لا ما حط فيه كراميل ولا حط فيه اربع شكر ولا شيء، يعني دائما يطري اللاتيه مالي مو بنا. لا وحاطي له بعد هابي فيس بعد. ما كاد مين اسمك بعد؟ لا كاد تكتب اسم بالعاده. هذا ها اسمي موجود. زين علي انا بسالك سؤال الحين بالنسبه من خلال حملاتكم التثقيفيه، عفوا انا بتكلم عن هي حملات توعويه تثقيفيه، صح. اكثر الاسئله شيوعا زين، واللي تهم يعني تشوفون انتم هذه 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 المعلومات وايد مهمه الناس يعرفونها، شو هي؟ عن مثلا الاكل قصدك ولا عن ضغط الدم؟ عن ضغط الدم انا اتكلم اليوم. دائما انا صراحه انا اركز على التدخين. التدخين هو من الاسباب الرئيسيه اللي هي تاثر على ارتفاع ضغط الدم، صحيح. عشان هي مثل فيها المواد الموجوده في الجقاره، المدواخ، الشيشه، تساعد على تكون الكوليسترول في الشرايين، فبالتالي يصير انسداد في الشرايين والضغط يرتفع والى اخره يعني. هذا باختصار شديد يعني ان ليش نحن نركز على هالشيء هذا. فدائما في حملاتنا لازم يكون في حمله صحه القلب قسم للتدخين وفحص للتدخين والى اخره. دائما يجون البنات في العياده يسالون عن فائده الزنك والمغنيسيوم، دائما يقولون دكتور جدي قال خذي زنك ومغنيسيوم عشان الشعر عشان البشره، فشو صحه هذا الزنك والمغنيسيوم فعلا مهمين؟ المفروض الام تاخذ الحين المغنيسيوم عشان الولد ما يطلع اصلع. والله حسب علمي انا عارف فائدته للضغط الدم المغنيسيوم والبوتاسيوم، اما الزنك للشعر وها مو متاكد صراحه ما عندي خلفيه يعني. طيب علي ابو حمدان انا برجع لسؤالك ان شاء الله عقب الفاصل بجاوب، بس اسمح لي باخذ الاسئله اللي تحت شويه. يقال ان حليب الابقار مضر للجسم ويجب استبداله بحليب الصويا او اللوز، فهل هذا الكلام صحيح؟ والله حاليا دراسات يعني ما تقول لا تاخذون حليب الابقار ولا شيء، بس عموما يوم يتكلم عن الحليب ما يقولون حليب بقري ولا شيء، يقولون حليب لو فات، ما يحددون يعني هذا. فحاليا ما في شيء مهم جدا بالنسبه لهذا. حليب قليل الدسم ما شيء طعم. عاد تعال اقنع الشايب اللي عنده ضغط لا تاكل صحن مالح. عاد المالح عدو والضغط اكيد، نفس ما التمر والسح عدو السكر، المالح عدو الضغط. انزين والشامي ايه، ومثل ما يقول عيسى قبل اسوي عداوه وياكم اعطوني فاصل. فعلي مستعجل ولا نكمل معاك عقب الفاصل؟ نكمل بعد الفاصل. يلا فاصل وطالعين ان شاء الله وراجعين. عفوا راجعين. صحه وسعاده. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا أنا أبو حمدان وعدتك أني أنا برجع لسألتك. أبو حمدان كان يقول عندي اقتراح، أتمنى يكون تسجيل المرضى بالتليفون أبليكيشن بدل ما نوقف في الدور، مرة تأخذ نص ساعة بس عشان أسجل. عندي اقتراح ثاني، أتمنى الطرشون مسج بنتائج الفحوصات وجاهزيتها بدل ما أراجع، حفظا للوقت والجهد للمريض والاستقبال. وعندي اقتراح أخير، سوري غثيتكم أبدا ما غثيتنا، يقول اللي يبغى يتبرع بالدم خاصة، اللي يبغى يتبرع بالدم للمعطي العام أو أو بلاس، ياريت تطرشوا سيارة مخصصة للتبرع، يتصل في المتبرع ويمر عليه البيت. وهذه زين. أول شغلة كان يتكلم عن موضوع التسجيل، تسجيل في الابليكيشن. هذا إن شاء الله بيصير ضمن المشروع السلامة. مشروع سلامة ما باقي له شيء، هو مشروع ملف الصحي الطبي الإلكتروني للمرضى. هذا الملف كامل بنخبركم شو تفاصيله، شو الأشياء، أوردي تكلمنا عنه أكثر من مرة، لكن من يجيب حد من المختصين يعطيكم فكرة أكثر عن هذا المشروع.
فمشروع ضخم استثمرت فيه الهيئة وفي كل اللي انت تقوله علي, والابليكيشن موجود. اثنين, في ابليكيشن هيئة الصحة شو صحتي هذا الابليكيشن يطلع لك النتائج والتقارير, فهذا مطبق اوريدي وان شاء الله بيكون عليه فيه تطوير اكثر مع نظام سلامه, هذا خاضع للتطوير. بالنسبه للتبرع بالدم, هني انا بقول لك في بعض الفئات النادره في التبرع بالدم هنالك في تواصل ما بين مركز التبرع بالدم معاهم. فانا في رايي عملية إن أنا أرسل له سيارة أنزين, ولا الشخص اللي يبغي يتبرع الأفضل إنه هو يروح ويتبرع, يحس إن بالفعل قدم شغلة إنسانية. هي مو عملية إنك أنت تمن على الناس إنك أنت تبرعت بدمك, لا, أنت هنا الواحد ياخذها تعرف كيف إنه يشكر رب العالمين إنه هو عنده القدرة إنه هو يتبرع بدمه حق الناس فياخذ الأجر فيه. صحيح. زين, فهذا التفكير اللي نبغيه نحن. عموما جزاك الله خير علي, اتمنى جاوبناك على كل استفساراتك. طيب نرجع لعلي عندنا في الاستوديو. ابو حمدان ليش اقول لعلي وعلي؟ الحين عرفت صار لي اسبوعين مربيه وماسكني صداع وقست ضغطي طلع مرتفع, شو السبب؟ ممكن كان عندك ضغط قبل الولادة أثناء الحمل بس ما انتبهتي له. مري للعيادة نعطيك تقيسين ضغط دمك على الأقل 3 مرات في الأسبوع ولمدة أسبوعين, يعني تينا 6 قراءات وعلى أساس هذا نحكم هل عندك ضغط عالي ولا لا. ممكن من قلة النوم حبيبتي مع البيبي اللي ترى ما تنامون فيسوي ارتفاع ضغط الدم, ممكن رافع ضغطك بعد ريلتك أو البيبي, ممكن مع التعب والحمل والولادة لازم بتدخلين الريل في الموضوع. نعطيه فول دياغنوزز بعد نعطيه. انزين علي, نرجع نحن نتكلم عن الحملات اللي تقوم بها الهيئة, الحملات الخاصة بتخفيض الضغط الشرياني. انزين, وتحدثنا عن بعض الجوانب في هذا المجال, شو تبغي تضيف كذلك؟ بضيف بس شيء بسيط عن الحمية بعد, يعني تكمل لها بالأخص, وله بالنسبة للحوم والسمك والدياي. طبعا نحن دائما ننصح في الحمية هذه ننصح بالسمك لأنه يحتوي خاصة السلمون والتونة لأنهم يحتوى على نسبة عالية من الأوميغا 3 واللي هي دهون صحية للقلب. وبالنسبة للحوم اللي يحبون دائما يأكل اللحوم, في الحمية ممكن تأكل اللحوم لكن مرة أو مرتين فقط في الأسبوع. اللحوم الحمراء يعني؟ اللحوم الحمراء لكن بشرط أن تكون يعني شالين الشحم منها, يسمونهم بالإنجليزي lean meat, يعني مثل مستخلصين اللحم منها يبيعونها في الجمعيات. عند اللحمين موجود تقول لها بات شيل عنا اللحم أو lean meat, يعطونكم خالي حتى العروق مالت الشحم تكون مشلولة منها. صح صح. وبالنسبة للمكسرات طبعا ننصح فيها لأنها أيضا تحتوي على البوتاسيوم والمغنيزيوم, لكن دائما نقول أنها تكون غير مملحة غير مملحة غير مملحة غير مقلية بعد. أيوة أكيد, فمرات يقول لك صحية وكل شيء تلاقي قالنها على آخر يعني. وطبعا ما تتجاوز نصف كف اليد. وآخر شيء حاب أضيفه صراحة هو مو من ضمن الحمية هاي لكن يفيد اللي يعانوا من ضغط الدم اللي هي الرياضة. المؤسسات العالمية تنصح على الأقل نص ساعة في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع, ودراسات تشير أن الضغط يعتدل بشكل يعني عجيب يعني. طبعا كل ما تزيد النسبة أفضل, لكن كبداية لا تبدأ تزور على نفسك, ابدأ شوي شوي لين ما توصل لنص ساعة 5 أيام في الأسبوع. محمود بس أنا بقول رسالة, عفوا كما قطع محمود يقول عن المتابعين, هذه رسالة يا جماعة لأي حد عنده ارتفاع في ضغط الدم أو أي من الأمراض المزمنة, ضروري يا جماعة نظام الحياة الصحي يمشي مع الدواء. ما يستوي ناخذ دواء وتقول الباجي عادي يعني باكل أبا وما بنظم حياتي, ما بنظم نومي, ما بنظم نشاطي الرياضي, ما رح يمشي مع بعض. رح تلاقي الدكتور كل فترة يزيدك جرعة الدواء, لازم يكون متزامن مع بعض. وفي دراسات سووها على الناس تبعوا نظام غذائي صحي بس التزموا فيه استغنوا عن الدواء بعد فترة, ولكن باستشارة الطبيب. صح. لا توقفون من نفسكم. طيب نحن علي الرحمة مثقف صحي أول في هيئة الصحة بالدبي, نحن شاكرين لك تواجدك معنا
ويعطيك العافية على هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في كل الحملات اللي تسوونها. الله يخليك إن شاء الله. شكرا جزيلا. أيضا ما ننتقل الآن إلى موضوع آخر دكتورة، وهذا الموضوع عن طريق الهاتف. معانا الدكتورة علا عبد السميع، أخصائي طب الأسرة شعبة الوقاية السريرية والتعزيز الصحة في الرعاية الصحية الأولية. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الخير عليكم جميعا. صباحك ورد. انت فين؟ ما جيتيش الاستوديو ليه يا دكتورة؟ مشغولة ليه دكتورة علا؟ والله عندنا دوام يا جماعة. كنت جبتك معي من البرشة. أمركم دايما في البرشة ترى عندنا في عيادة التعزيز. مظبوط. طيب دكتورة، نحن ما نتكلم اليوم عن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ففي البداية خلينا نتكلم في عام 2016 كم عدد الفحوصات الخاصة اللي سويتوها بالكشف المبكر، إذا عندك إحصائيات اللي قامت بها الهيئة بشكل عام أو الإحصائيات الموجودة عندك. أوكي طيب، إحنا الخدمة بنقدمها من سنة 2014. كانت الأول بنقدم الخدمة في مركزين، مركز ند الحمر ومركز البرشة. في 2015 افتتحنا مركز المزهر كمان، بقى في جهاز الماموجرام. وفي 2016 افتتحنا المركز الرابع اللي هو زعابين، فأصبح عندنا تقديم الخدمة في 4 أماكن. ممتاز. بالنسبة ل 2016 تم الفحص 1500 سيدة، 146 منهم احتاجوا تحويل لعيادة جراحة الثدي. يعني ممكن نقول زي 10% من اللي بنعمل لهم الكشف المبكر بيحتاجوا فحوصات إضافية. صحيح. تمام. 25 منهم اتاخد منهم احتاجوا يتاخد عينة من الكتلة اللي في الثدي، و19 يعني كان عندهم سرطان الثدي، وابتدينا معهم طبعا رحلة العلاج وكده. ممتاز. ممكن نقول انه النسبة 1.5% من اللي بنعمل لهم برنامج الفحص المبكر. ممتاز. طبعا الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكل انواع السرطانات هو عامل اساسي في مخرجات العلاج. مظبوط. ممتاز. فهل خلال هذه السنة دكتورة علا شو هي مبادرات هيئة الصحة المتعلقة بسرطان الثدي لعام 2017؟ هو في طبعا لجان دائمة، وبيبقى فيه دائما مبادرة الهيئة بتعملها لتحسين الخدمة. صحيح. بمعنى انه في عندنا مشروع لتحسين الجودة بالنسبة للجنة لمكافحة اورام الثدي بالذات. اوكي. فاحنا عندنا غدا في اجتماع مع هيئة الصحة بأبو ظبي، مع وزارة الصحة، لأن احنا في الآخر احنا كلنا بنعمل برنامج وطني. صحيح. أكيد. تمام. فعندنا برامج لتحسين الخدمة حيث ان احنا نزود عدد المستفيدين من الخدمة. أوكي. وعندنا حملات توعية. صحيح. وكل السيدات، يعني انا قلت لك احنا ابتدينا تقديم الخدمه في 2014. صحيح. كل السيدات اللي قاموا بفحص الماموجرام في 2014 و2015 عندنا ليست بيهم، بنكلمهم يجوا يعملوا الفحص الاخر اللي بعد سنتين، لان هو العادي انه بيتعمل كل سنتين لكل السيدات فوق 40 سنه بدون اي شكوى ان هذا فحص مبكر. صحيح. اكيد. زين دكتور علي، احنا لما قدمناك أو شيء المستمعين قلنا أنت خصائية طب أسرة شوفي شعبة الوقاية السريرية وتعزيز الصحة، أو اللي يسمونها الناس اللي يعرفونها باسم الويلس كلينك اللي موجودة في مركز البرشة. يلا ناخذ هالفرصة بمش أنه معانا على الهواء، وقولي للمستمعين عن عيادة تعزيز الصحة. طيب أوكي. يعني هي عيادة تعزيز الصحة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام بشكل أساسي. أوكي. أمراض المزمنة زي الضغط، السكري، الكوليسترول، والأورام اللي بنركز عليها طبعا سرطان الثدي، لأن ده رقم واحد في الإمارات. صحيح. بالنسبة للسيدات وفي الخليج كله، يعني هذا هو السرطان رقم واحد. صحيح. فكل الناس بتتكاتف إن احنا نعمل له برامج ولجان وطنية لمكافحته. ممتاز. فبالنسبة للبقية الأورام اللي بنكشف عليها
سرطان عنق الرحم والقولون، لأن الثلاثة دول لو اكتشفتهم بدري بيكون العلاج سهل جدا. صحيح. بيكون العلاج very effective، بيكون يعني سهل جدا والخطة واضحة، ممكن نوصله كأنه خلاص مع ما ولا كنا شيئا كان. صحيح صحيح. بس طيب أهم حاجة الاكتشاف المبكر. أكيد. طيب دكتور، أنا عندي مجموعة أسئلة شوي بس على السريع. أمشي ساعتين 10 كيلو يوميا الحمد لله. في حد كان يتكلم عن موضوع أنه من أي عمر نبدأ فحص سرطان الثدي؟ أوكي، ممكن تجاوبين دكتور علي عشان نخبرهم الجواب. أوكي. واحدة 40 سنة من عمر الأربعين. سيدات من أول عمر الأربعين سنة. طبعا إذا كان أختها أمها خالتها عمتها جدتها اكتشفوا عندها سرطان الثدي، بتيجي تفحص، يعني بتيجي للطبيب تطلب انها تتفحص، والطبيب بيقرر بقى هل هي تحتاج كمان سونار مثلا او صحيح. ممكن اطلب لها الماموجرام بدري. يعني بس بتبقى محتاجه كشف. صحيح. بتبقى محتاجه نحط لها خطه. اوكي، فاحنا بنخبر المستمعين المشاهدين اللي يتابعونا عن طريق اكاونت الانستغرام ما يقدروا يسمعونك. سمعوا الجواب محمود ولا لا؟ ان شاء الله سمعوا. اي اوكي. بس 40 سنه. اي 40 سنة بدون أي شكوى، يعني ولا عندها تغير في الجلد ولا حتى بأي كتل بالثدي ولا أي حاجة. ممتاز. طيب نحن ذكرنا وين يسوون الفحوصات؟ يحضروا لأي عيادة، عيادة من عيادات الرعاية الصحية الأولية على حسب كل واحد والمنطقة اللي هو ساكن فيها. يعني ويتحول بعدين على في البرشة. يحضر عيادة البرشة لطبيب الأسرة، يكتب له يديله الاوردر، يعمل له يطلب له الاوردر على السيستم. صحيح. ولا في البرشه بيسويها في البرشه. بس في البرشه الدكتوره على حسب كل المراكز اللي الواحد متوزع عليها. يعني انا مثلا لو في الطوار الاقرب جهاز ليا فين؟ في المزهر. طبعا بروح لدكتور الأسرة اللي في الطوار يديني الأوردر وبروح أسوي الفحص في المزهر. طيب ممتاز. دكتور أنا أبغى أسأل سؤال الحين بالنسبة لسرطان الثدي. أنا اللي أنا عارفة سمعت أن في حالات تصيب الرجال كذلك. إنزين، هي معروفة عالميا أنه بتبقى أقل من 5%. أوكي، أقل من 5% ممكن تصيب الرجال. طيب الرجل كيف ممكن يعرف أنه عنده أعراض ممكن يجب عليه أن يفحص؟ عنده قابلية للإصابة بالمرض يعني؟ أي. بيكون في عادة شكوى، بيكون في شكوى، بيبقى حاسس بكتلة كتلة في الثدي، في تغير في الجلد بتاع الثدي. فبيحب أي، إحنا اتفقنا إنه أي شكوى لازم أحضر للطبيب يكشف عليا ونطمن، والطبيب بقى ممكن يطلب له سونار مثلا نطمن بيه وكده. والتاريخ المرضي محمود مهم، يعني أي حد عنده في العائلة حتى من النساء يعني نبحث إحنا بقى لما يوصل للطبيب يشوف. صحيح. مع التاريخ المرضي يكشف كويس، يطلب له فحوصات إضافية. صحيح. طيب دكتورة قبل لا نختم معاك اللقاء، خبريني شو تبغين توصين المستمعين واللي يسمعونا واللي متواصلين معنا؟ أدري الصوت بعيد شوي عندكم. والله تبقى فرصة جميلة إن إحنا نعمل دعوة لكل السيدات المستمعين اللي فوق 40 سنة اللي ما سووا فحص الماموجرام قبل كده، يحضروا لطبيب الأسرة في العيادة المراكز الرعاية الصحية، يطلبوا يطمنوا على عمرهم. صحيح. يطلبوا فحص الماموجرام. جميل، جزاك الله خير. دكتورة علا عبد السميع أخصائي طب الأسرة شعبة الوقاية السريرية وتعزيز الصحة في الرعاية الصحية الأولية للصحة بدبي، ومرة ثانية تعالي عندنا الاستوديو لأن سببتي لي أزمة على السوشيال ميديا، كلهم يقولون الصوت مش واضح الصوت بعيد وكذا، فعايزين نشوفك هنا عندنا بقى. طيب إن شاء الله. شكرا جزيلا، نهارك سعيد دكتور علا. يعطيك العافية دكتورة، مشكورة. الصوت اختفى، ليش اختفى؟ في صوت يا جماعة الخير ولا؟ عموما أتمنى أن الصوت يكون واضح بالنسبة لكم. أنا بشيل هذه السماعة. زين، في آخر 5 دقائق نأخذ أسئلة المشاهدين على السريع. أنا ما أدري التليفون إيش شيء يستوي أسود. زين، واحد كان هي إن شاء الله
يقول امشي ساعتين 10 كيلو يوميا الحمد لله. ممتاز. مع المدام. اهنيك. وفعلا المشي مفيد جدا. صحيح. ما اخذ ادويه. جميل. المشي واحدة ردت عليه تقول انا احب المشي نفسي نفسيتي ترتاح. صح صحيح والله. صباح مشرق بنور الله والإقبال على صباح مملوء بالعطاء. الفترة اللي تمشون فيها يا جماعة ترى في ناس دراسات سووها على الناس اللي تمشي اكتشفوا أن يستوي مخهم أكثر صفاء الفترة اللي تمشي فيها. هو يقول المشي يشيل الضغط والتوتر ويخلي مخك أنقى للتفكير. حلوة هاي أنقى. هي صح لا أنقى. زين منورين الله يبعدنا من هالمرض وكل الأمراض إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. كل الشكر والتقدير يا جماعة الخير. الصوت اختفى. الصوت واضح جدا. نعم الصوت واضح. شكرا جزيلا. أيضا في حد يتكلم هنا على حساب نور دبي الصوت كثير بعيد كان. سامحونا عاد أنا والله حاولت أني أنا أضبط الصوت كثر ما أقدر لكن إن شاء الله المرة الجاية بتكون المسألة أفضل إن شاء الله. أكيد وأكيد أني أصبت بالملاريا قبل. هل ممكن أتبرع بالدم؟ السلام عليكم. أنا سألتكم قبل أني من السودان وفصيلة دمي أو سالب. وأكيد أني أصبت بالملاريا قبل. أخوي هل لازم تسوي فحص عندنا في العيادات؟ لأن مشكلة الملاريا أحيانا الدم يتم حامل للملاريا في الدم يعني حتى بعد العلاج. فلازم تسوي فحوصات تأكد أنه 100% خالي من الملاريا بعدين أقدر تقدر تتبرع بالدم. فمر أقرب عيادة لك. طيب دكتورة يعني عندنا تقريبا دقيقتين فشو ممكن تقول لنا دكتورة ندى اليوم؟ خلال دقيقتين بس عن بما أنا كان حلقتنا عن الحمية الغذائية لتخفيض الضغط الشرياني في نقطة جدا مهمة في دراسة أنا قريتها من قريب عن أهمية الالتزام بأدوية الضغط. أهم شيء أدوية الضغط مو أدوية السكر حنتكلم عنها يا جماعة. اكتشفوا أن الناس اللي يلتزمون بأخذ أدوية الضغط مالتهم تكون عندهم مضاعفات الضغط أحسن. كيف؟ كل 10 إلى 12 ملي لتر ارتفاع في ضغط دمك يعني أنت دم ضغطك 140 الحين كل ارتفاع لل 152 أو 150 يكون عندك 7 مرات فرصة للإصابة بأمراض القلب. شوفوا كيف معنا الرقم جدا بسيط 10 أو 12 يعني واحد يقول شو يعني من يوميون العيادة يقول دكتورة مرات 140 مرات 150 هل 10 احنا وايد نخاف منها. يوم تسأل تكتشف ان المريض لا يلتزم بأخذ دوائه. يقولك باخذ 3 أيام في الأسبوع باخذها 4 مرات في الأسبوع خلص الدواء ترى العمر أسبوعين عقب أمر العيادة يوم فضيت ما يستوي يا جماعة. لأن دائما نقول المرضى في العيادة هل ارتفاع انخفاض في ضغط دمك يعني أنت تأخذ الدواء ضغطك يكون يعني سليم ما تأخذ بيرتفع مرة ثانية تأخذ رد ينزل مرة ثانية هل ارتفاع وانخفاض خطر جدا على تغذية الدماغ. وزائد مثل ما قلنا ارتفاع ضغط الدم فوق المعدل الطبيعي يعرضكم الإصابة بأمراض القلب الجلطات والتخثرات. فإحنا لما الطبيب يوصفك دواء الضغط خصوصا لا تتهاونون فيه. هل ناخذك اليوم؟ نعم كل يوم. هل ناخذ طول العمر؟ فمعظم الناس طول العمر. هل يغنيني نظام الغذائي عن أخذ الدواء؟ ليس دائما لأن نظام الغذائي يباله التزام أكثر من الدواء. يعني نظام غذائي حياتك كلها تتغير. الرياضة تكون أساسي، الأكل الصحي يكون أساسي، تخفيف الملح يكون أساسي. امشي على نظام غذائي والتزم فيه وإذا ضغطك كان زين ممكن الدكتور يقلل لك الدواء وممكن يوقف لك إياه على حسب الحالة. فمهم نلتزم بأخذ دواء الضغط يا جماعة. طيب أهم شيء أنكم تبتعدون عن مصادر الضغط. هي أنا أقصد الملح يعني ما أقصد الحريق. ما يقصدني أنا. إيه إنزين. الملح والأشياء هذه يعني تبتعدون عن هذه المصادر يا جماعة الخير. في دراسة قالوا إن عشان الناس فالناس قالوا والله أنا ما أقدر أمتنع عن الملح. في دراسة شافت إن الناس اللي ما يحطون الملاحة على طاولة الطعام كان عندهم ضغطهم أفضل. يعني إحنا بالعادة الأكل فيه ملح وتلاقي في المطعم بعد صبينا ابعدوا الملاحة مهما يكون ملح الأكل لا تزيدون عليه كخطوة لتقليل الملح. طيب دكتور عندي سؤال بخصوص سماع نبض القلب في الإذن. هذا يباله فحص إن ليش تسمع نبض أحيانا لو كنت أنت نايم
على جنب على جنبك اليمين ممكن تسمع اذا كنت نايم على جنبك اليمين ممكن تسمع على الجنب اليسار بالعاده سوري على الجنب اليسار ممكن تسمع على الجنب اليمين لا عشان الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا النام على الشق الايمن ولكن ممكن اطلبك كمان فحص نشوف ممكن عندك ارتفاع في الضغط عشان تسمع النبض عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم شكرا لك الدكتوره ندى الملا كانت معانا في الاستوديو طبعا ودائما ما تنورنا شكرا لك عيسى سبيل وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وكل الشكر لفريق الاعداد وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد عندنا حلقه صح هي باكر الخميس الونيس عندنا حلقه اوكي فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحه وسعاده دمتم بصحه وسعاده صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.